السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع الأساسي، أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة. تحدثنا سابقاً عن عائلة أسماء الاستفهام، وذكرنا بعضاً من أسماء هذه العائلة، واليوم سنتحدث عن أسماء استفهام جديدة. وأسماء الاستفهام التي سنتحدث عنها اليوم هي ما وماذا وهل. سنتعرف عليها ونشرحها وسنعطي أمثلة عليها، هيا بنا. بداية أحبابنا الطلاب، دعونا نتعرف على أسماء الاستفهام ما وماذا بصورة عامة. يستخدم اسم الاستفهام ما وماذا للسؤال عن غير العاقل، وقد تحدثنا سابقاً عن العاقل وهو الإنسان. أما غير العاقل أحبابي الطلاب فهو الجمادات أو النباتات أو الحيوانات، كل هذه أحبابي الطلاب تسمى غير عاقل. والآن هيا بنا نتعرف متى يستخدم كل واحد منهما، هيا بنا. أولاً، اسم الاستفهام ما. عند استعماله أحبابي الطلاب غالباً نحدد الشيء الذي نريد السؤال عنه بوضع كلمة. يا ترى كيف ذلك؟ هيا انظروا معي إلى هذه الأمثلة. ما لونه؟ ما شكله؟ ما اسمه؟ ما نوعه؟ ما حجمه؟ ما الفكرة؟ ما رأيه؟ ما صفته؟ وما عاصمته؟ وكثير من الأشياء. إذن أحبابي الطلاب، اسم ما يجب أن يكون خلفه كلمة تحدد عن ماذا نريد أن نسأل، ويمكن أن نرى هذه الكلمات في الإجابة. فعندما ترونها في الإجابة أحبابي الطلاب فاعلموا أنكم تستعملون اسم الاستفهام ما. يا ترى كيف نستفهم باستخدام اسم الاستفهام ما؟ الآن ستفهمون أكثر، هيا بنا نشاهد المثال الآتي. لون قميص رامي أحمر. في الجملة أحبابي الطلاب كتبنا كلمة لون، وعندما نريد السؤال عن لون نستخدم اسم الاستفهام ما ونضعه في بداية الجملة، فيصبح السؤال ما لون قميص رامي؟ لون قميص رامي أحمر. هيا نشاهد المثال الثاني. اسمي هبة. لاحظوا معي أحبابي الطلاب كيف نستفهم عن هذه الجملة. في الجملة كما تلاحظون كتبنا كلمة اسم، وعندما نريد السؤال عن اسم نستخدم اسم الاستفهام ما ونضعه في بداية الجملة، فيصبح السؤال ما اسمك؟ اسمي هبة. ثانياً، اسم الاستفهام ماذا؟ ويستخدم عادةً عندما يكون السؤال عن غير العاقل المطلوب الاستفهام عنه في السؤال. ما معنى ذلك؟ أي أن الكلمة تكون واضحةً وتكون من الكلمات التي تدل على غير العاقل. فإذا كانت الكلمة
نباتات أو جمادات أو حيوانات مباشرة نستعمل اسم الاستفهام ماذا؟ مثال على ذلك: رسم فادي سيارة في دفتره. السيارة أحبابي الطلاب من الجمادات، والجمادات من غير العاقل. وعندما نريد السؤال عن غير العاقل نستعمل اسم الاستفهام ماذا؟ في هذا المثال كيف نبني السؤال؟ لاحظ معي أحبائي الطلاب، توضع ماذا في بداية الجملة، ويتم الاستغناء عن الجماد وهو السيارة، فتصبح الجملة: ماذا رسم فادي في دفتره؟ ولا تنسوا علامة الاستفهام. مثال آخر: ماذا اشترى رامي من السوق؟ اشترى رامي من السوق الخضروات، وهنا الخضروات من النباتات، والنباتات أحبابي الطلاب غير عاقل. وعندما نريد السؤال عن غير العاقل نستعمل اسم الاستفهام ماذا؟ لاحظ معي كما فعلنا في المثال السابق، توضع ماذا في بداية الجملة، ويتم الاستغناء عن غير العاقل وهي الخضروات، فتصبح الجملة: ماذا اشترى رامي من السوق؟ مثال آخر: رأى الأطفال الأسد في حديقة الحيوان. الأسد أحبابي الطلاب هو حيوان غير عاقل، وغير العاقل نستفهم عنه بأداة الاستفهام ماذا؟ وتوضع في بداية الجملة، ويتم الاستغناء عن الكلمة غير العاقل وهي الأسد، فتصبح الجملة: ماذا رأى الأطفال في حديقة الحيوان؟ والآن سننتقل وإياكم إلى أداة الاستفهام الأخيرة لهذا اليوم، وهي هل، وتستخدم للاستفهام عن الأشياء التي إجابتها نعم أو لا. فإذا كانت الإجابة نعم أو لا، نعرف أن السؤال يجب أن يحتوي على أداة الاستفهام هل. هيا انظروا معي إلى هذا المثال: هل تحب المدرسة؟ انظروا إلى الإجابة، قلنا أنه يجب أن تحتوي على نعم أو لا. نعم أحب المدرسة. فإذا وجدنا كلمة نعم فنستعمل أداة الاستفهام هل. مثال آخر: هل تأكل ليلى الخضار؟ الإجابة: لا تأكل ليلى الخضار. إذن أحبابي الطلاب، وجود لا يجعلنا نستفهم بهل. إذن فلنتذكر يا صغاري أن أداة الاستفهام هل دائما إجابتها إما أن تكون بنعم أو لا. والآن عزيزي الطالب، هيا اختبر معلوماتك. أكمل الفراغ باسم استفهام مناسب مما يلي: 1- فراغ تحب صديقك. يا ترى ما هي أداة الاستفهام المناسبة هنا؟ أحسنتم، هل تحب صديقك؟ ستكون الإجابة أحبابي الطلاب إما بنعم أو لا. السؤال الثاني: فراغ لونك المفضل. هيا فكروا معي، ما هي أداة الاستفهام المناسبة هنا؟
ممتاز. ما لونك المفضل؟ أداة الاستفهام هي ما، لأن اللون كما تعلمون أحبابي الطلاب غير عاقل. السؤال الثالث، فراغ يقول المصلي في الركوع، هيا فكروا معي، ما هي أداة الاستفهام المناسبة هنا؟ أحسنتم، ماذا؟ ماذا يقول المصلي في الركوع؟ السؤال الرابع، فراغ تحب بلادك، هيا فكروا معي، يا ترى ما هي أداة الاستفهام المناسبة هنا؟ رائع، هل تحب بلادك؟ ستكون الإجابة إما بنعم أو لا، وبالطبع نعم نحب بلادنا. السؤال الخامس، فراغ عاصمة فلسطين، ما هي أداة الاستفهام أحبابي الطلاب المناسبة هنا؟ رائع، ما عاصمة فلسطين؟ أعزائي الطلاب، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. شكراً على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.